في مدرجات ممتلئة وفي ليلة تسبق دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب، وفي لحظات ستكون فيها المباراة في إثارتها القصوى. يا لها من ليلة، يا لها من قمة، يا له من تيفو كان هنا في هذا الجانب بالنسبة لجماهير النصر، بانتظار الرد في الجانب الآخر بالتأكيد من جانب جماهير الهلال. يا لها من مباراة عذرا لكل قمم العالم ودربياته وبالتأكيد كلاسيكيات. الضوء هنا كبير جدا، القمة هنا تستحوذ على أنظار العالم. المباراة التي يتم نقلها في أكثر من 110 دول، المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة جدا، قمة نجوم العالم. يا لي دقات القلوب أكاد أن أسمعها، يا لي دقات القلوب. إنه درب الخوف، درب الخوف. يا للشعور الذي يحيط بهذا الديربي، تشعر بالخوف وتنتظر المتعة في نفس الوقت وكأنك في أخطر لعبة. جاهي مترو، مترو الهداف، مترو الخطير، مترو لو عدى عدى الصواب. مستحيل يا مترو، أي فرصة ضاعت في الدقيقة الأولى، أي كرة انقضوا عليها أمام برو في مكان. انطلاقة سريعة وصلت إلى مالكوم، بيلعب لك كرة تصويبة. مستحيلة يا سالم، لو أردت أن تهدرها لن تفعل ذلك. يا سالم ماذا أضعت؟ يا لجنون الديربي، يا لأخطاء البدايات، يا للربكة، يا للكرات. ولكن الكرة أيضا بتتخلص، وصلت مرة أخرى إلى سالم الدوسري، بيلعب لكرة إلى مالكوم. قوة هجومية، ساديو يتقدم، بيرسل لكرة عرضية، دفاعات الهلال تعود والكرة تصل. الكرة تصل في الجهة اليمنى، عرضية وعالية، ولكن الكرة يفقدها، تعود فيها تصويبة. لا 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 يا سالم، يا سالم، هذه الثانية الكرة بتضيع من قائد الهلال، من كابتن الفريق، من لاعب آسيا الأول، مدافعين، والكرة تصل بعد ذلك إلى سافيتش. الله مالكوم، لكن التغطية تأتي، لجامي يقطع الطريق في غياب العمري، والكرة بتتحول بعد ذلك حتى التشكيلات التي كانت متوقعة. بالكالي ماني، ماني بيلعب لك كرة عرضية، تلسكا استلم، تلسكا عدى، تلسكا صوب. يا للهدف الأجمل الذي ضاع، يا للكرة، يا للحل الفردي. المطرب كان كاد أن يضع أغنية الأولى، كاد أن يقدم جديد تلسكا في الديربي. لديه 4 أهداف. يا استلامك، استلم، مترو عدى، مترو حاول، لكن ممتازة التغطية والإصرار واللعب بالنار. لكنها تحبك يا نواف، يا نواف، يا نواف، أوقفت قلوبه يا نواف. الهلال لا يحتاج إلى الهدايا. مترو وكريستيانو، مترو أولا، مترو ثانيا، لكن نواف العقل تعود الكرة، يخطف فوفانا، وقف، سيطر. الله على القوة، الله على الجيكاوت، الله على الدورات، الله على الخطوات، ولكن بعد ذلك تأخرت يا فوفانا، لم تكمل القصة. يقطع الطريق سالم، أنه طلت إلى فوفانا والمجهوم، بيرسل الكرة إلى ساديو ماني، ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة، تهديد ثاني للنصر، لكن الكرة في نصف. لاعب اللي فاز كأفضل لاعب في البطولة العربية واللي فاز بهداف العربية كريستيانو وسافيج، وعلى فاس نشوف ونتابع على شكل ضربة ركنية، بيرسل كرة عالية وطويلة، الكرة تصل، ومشايل خذ مكان، مشايل حتى وصلت إلى سعود، لكن لابورت ممتاز في التغطية. النصر والرائد، شوف هذه كرة مشايل، شوف هنا الهفوة والكرة اللي تهيأت، المرمى خالي، لكنه اختار نواف، أم هي اختارت نواف على مشايل. مشايل يا سلام، يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي، لماذا لا تكمل دائما انطلاقاتك الجميلة والنادرة؟ لم يبقى سوى الصناعة يا كوليبالي. بعد فاصل المهاريب، بعد مرة الأفريقية، شوف هنا لقطة كوليبالي ومرورة من 3 لاعبين، لكن شوف التمريرة ليش كان يهرب من الرقابة. كريستيانو يتقدم، ساديو يصل، فوفانا يطلب، ساديو الكرة معه، صواب. مستحيل يا ساديو، كنت 4-4،
كنت 5-4، لماذا أضعتها؟ انظر من تلسكا إلى كريستيانو، الأهداف لم تأتي لكنها في الطريق، لكنها في الطريق، الكرة تصل ومترو كادان يصل إلى المحطة. نيفيز ممكن العرضية في مكان مستحيل، عدت يا مترو، الكرة في الطول، انظر إلى الابتسامة، ما زال يحتفظ بابتسامة رب. وهذا الآن، هذا الآن مالكم، لا 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 لا، الهلال أدر فرصا لا تهدر في منطقة جزاء النصر في شوط المباراة الأول. إنه ساتي والألقاب، ساتي عدى، بيلعب لكرة إلى كريستيانو، لو عدى بيرسل كرة إلى تاليسكا، لو ثابتة سيتقدم كريستيانو وتاليسكا، كريستيانو وتاليسكا، تاليسكا في مكان، ولكن الكرة تصطدم، تنفست جماهير الهلال الصعداء، الحائط البشري يقف أمام المدفع وأمام الوران، بيرسل كرة إلى سالم، سالم في مكان، مالكوم يخترق، عرضية، ولكن اللقطة الماضية مقطوعة يا مالكوم، تمرر في الوقت الذي يجب أن تسدد فيه، تسدد في الوقت الذي يجب أن تمرر فيه، وصلت إلى الروبن نيفيز، الكرة العرضية باتجاه المرمى، سنتصل إلى نواف العقيل.